الرئيس بشار الأسد وفقه الله خلال 10 سنوات من عام 2001 لعام 2010 كانت قفزة عربية واسعة، فتح الأيدي يمينا وشمالا. أي طيران كان يحمل الإيغور من الصين حتى يصلوا إلى إدلب؟ هو الطيران تركي عربي، بعض الطائرات الأمريكية. لقد خلقنا الإنسان في هذه البلاد في أحسن تقويم، فإذا تركها رددناه أسفل سافلين. إذن استطاع هذا الفكر اللي عمره 35 سنة 40 سنة في سوريا أن يثبت أن جماهيرنا عندها قاعدة ثابتة من الأخلاق والقيم، ليروا كيف انتصرنا وكيف بقي رغيف الخبز في دمشق وفي سوريا بعد مقاطعة عالمية لنجوع ولنذل، ولكن الله أراد لنا العزة.